عايز اقول لحضرتك على حاجه يمكن اتفضل. من ابرز برضو الحاجات اللي اتقالت النهارده، هو ان الكابتن حسام او منتخب مصر، يعني الكابتن حسام اكيد بيمثل المنتخب دلوقتي، رافض تماما قصه ان الدوري السنه الجايه يكون موجود بنفس النظام الموجود دلوقتي، ويمكن ده اللي هتبقى الفتره اللي جايه اللي هتبقى الشغل الشاغل. لا يعني اشرح لي، دي مهمه جدا. هو الكابتن حسام شايف يا جماعه ان الدوري المصري عدده، يعني عدد الماتشات كتير جدا وعندنا مؤجلات كتير جدا، في ظل ان احنا ما شاء الله الاهلي والزمالك او النادي الاهلي تحديدا يمكن 5 مرات على التوالي بيوصل لفاينل دوري ابطال افريقيا. فشايف ان انت من طبيعي جدا ما هيفضل يحصل مؤجلات لبطوله الدوري، وده هينعكس عليه بالنسبه له كمنتخب مصر ان هو راجل سياسته واضحه جدا. هو قال انا من اول يوم بلغت مسؤوليه اتحاد الكوره، مسؤوليه رابطه الانديه، ان انا هحتاج وقت قبل اي توقف دولي، خاصه ان انا لسه جاي ماسك المنتخب، فطبيعي عاوز احطط اللعيبه افكاري. فطبيعي ده مش هينفع معاه في السنه الجايه، لانه هو شايف انه هيكون بيستعد لامم افريقيا 25، هيكون بيستعد في الفتره اللي جايه بالنسبه له مهمه جدا. فهو شايف ان الفتره الجايه في الدوري ممكن الموسم الجاي يكون افضل من كده. ويمكن يا كابتن برضو عايز انفي حاجه ثانيه، ودي مؤكده برضو، يمكن سمعت كلام كتير برضو اتقال على الغاء الدوري والغاء الكاس وان كابتن حسام رفض. هو الراجل نص النهارده اتسال السؤال ده تحديدا، انت طلبت تلغي الدوري وطلبت تلغي الكاس؟ قال انا مش بايدي ان انا الغي الدوري، ولا بايدي الغي الكاس، ولا بايدي اطلب. فده دي نقطه برضو. يمكن في قصه الدوري السنه الجايه، يمكن حتى كابتن ابراهيم حسن رد وقال انا ما كنت محترف في سويسرا، كان الدوري بيتلعب على النظام اللي هو زي البلجيكي اللي بيتقال عليه دلوقتي، اللي هو قصه ان يبقى فيه فوق تنافس وفي في الهبوط تنافس، وان الدوري ينتهي ساعتها في شهر 4 أو 5 ونبقى زي العالم كله. يمكن ده يقول لك ان في الجهاز الفني في توجه بشكل كبير جدا ان هم يبقوا موافقين على قصه تغيير المسابقه، نظام مسابقه الدوري الموسم الجديد.